بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكم طالبات مدارس عنيزة الاهليه المسار المصري جريد 4. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. معكم مس اسماء حسن ساينس تيتشر. وصلنا مع بعض يا بنات ل ستارز اند بلانيت، وقلنا ان انا درست يعني ايه ستارز ويعني ايه بلانيت، واخدنا السولار سيستم وكانت بتتكون من ايه، واخدنا كمان البلانيت according to the distance from the nearest to the farthest of the sun. واليوم ان شاء الله هندرس ال arrangement according to their size، يعني من ال from the biggest to the smallest. قلنا ان احنا عندنا الاربعه الاولانيين الاربعه الاخرانيين هم دول اللي هيبقوا اكبر حاجه، بمعنى ان هيبقى جوبيتر ساترن يورانوس نبتون. بعدين بعد كده بقى نبدا نرتبهم ايرث فينوس مارس ميركوري. يبقى عندنا مين اقرب واحد؟ لما يجي يقولك سؤال مين اقرب واحد؟ الميركوري. طب مين ابعد واحد؟ النبتون. طب مين ذا بيجست جوبيتر ذا بيجست بلانت؟ هيبقى مين؟ الجوبيتر. طب مين ذا سمولست بلانت؟ ميركوري. طب مين ذا نيرست تو بلانت تو ذا ايرث؟ مين اللي حوالين الايرث من ناحيتين؟ الفينوس والمارس. ذا ثيرد بلانت هيكون مين؟ الايرث. يبقى من هنا يا بنات بندرس ان انا عندي الترتيب بتاعي according to the size يعني الاحجام. مين the biggest؟ جوبيتر. مين the smallest؟ الصغير خالص. مين هيبقى؟ ميركوري. اوكي طيب دي جبتي كتير. اوكي طيب مين هنا قلنا مين the nearest planet to the sun؟ الميركوري. مين the farthest؟ الابعد واحد هيبقى النبتون. اوكي the sun يعني. اوكي تمام. طيب تعال نشوف بقى ال character of the planets، يعني كل planet ليه ميزة معينة، هندرس كل واحدة منهم. ال Mercury the nearest planet to the sun، أقرب planet هيبقى مين؟ ال sun. مين أبعد؟ مين اللي بعديها؟ هيبقى ال Venus the most beautiful. Venus من اسمه كده، Venus اللي هو Venus من اسمه Venus يعني جمال، يبقى هنا the most beautiful planet. اوكي ال Earth is the planet where we live، هنقول ان هي هنقول ال watery planet. كمان is a watery planet because water occupy most of it، يعني لو انت شفت الكرة الأرضية هتلاقي معظمها 70% منها بيبقى water، يبقى عشان كده بسميها watery planet. المارس هنقول بيبقى red planet because it contain its rock contain iron، يبقى عندنا المارس فيها iron. اوكي عشان كده بيبقى لونه red. المارس بيبقى red عشان contain الروك بتاعته contain iron. الجوبيتر the biggest planet، خدناها قبل كده عرفنا اكبر واحدة هو مين؟ الجوبيتر. الساترن من اسمه كده في تورن كده، يبقى هنقول ايه؟ the planet which have colored ring around it. colored ring يعني في زي دائرة كده غيوم كده حواليه، colored ring around it. طيب اليورانوس the cold planet، عشان بعيد عن ال the cold planet، عشان بعيد عن الشمس فهيبقى the cold planet. أما النبتون the blue planet، يبقى عندنا البلو هو مين؟ النبتون. أما الريد مين؟ المارس. الوتري بلانت مين؟ الأيرث. أوكي مين ال beautiful planet؟ يبقى الفينوس. مين the biggest؟ الجوبيتر. طب مين the nearest planet to the sun؟ الميركوري. مين اللي حواليه رينج؟ هيبقى ساترن. أوكي يبقى دي سهلة جدا، بس كتير كتير في ال complete وفي ال scientific term وكده. خلاص خلصنا المون ودرست، خلصنا ال planets كل حاجة عليها. هندرس بقى المون. المونز they are followers of some planet and they revolve around them، يعني بيبقى تابعين لبعض ال planet وهو بيكون and revolve around them. اول حاجة عندنا المون revolve around the earth، المون بيلف حوالين الارث. and it is nearest and it is the nearest neighbor to us، يعني اقرب حاجة اقرب جسم لينا هيبقى مين يا بنات؟ هيبقى المون. يبقى ايه هو اقرب يعني اقرب جسم لل اقرب يعني جسم فضائي يعني هيبقى مين يا بنات؟ هيبقى المون. اوكي طيب طب ايه هو تعريف المون؟ It is the dark body revolve around the earth and reflect the sunlight from its surface so it seems shiny،
يعني هو احنا بنشوف القمر ان هو لونه ابيض كده وعنده نور. هو اصلا دارك بودي يا بنات، هو دارك بودي ريفولف اراوند ذا سان، بيلف حوالين، سوري، ريفولف اراوند ذا ايرث اند ريفلكت. ريفلكت يعني بيعكس ضوء الشمس that fall on its surface so it seem shiny، يعني هو بيعكس ضوء الشمس عشان كده بيبان ان هو شايني. طب هنعمل تجربة عشان نفهمه اكتر. لو انت جبتي كده كورة بلاستيك وجبتي فويل بيبر وضمتيه كده عليها، تمام، وحطيتي سلطت التورش كده، جبتي تورش وحطيتي على نص الكورة، هتلاقي النور ايه، انه بقت كأنها بقت مضيئة. طب لكن نص الكورة التاني هي مش مضيئة، يبقى من هنا يحصل يعني ايه ريفليكت، يعني هو بيعكس ضوء الشمس عشان كده بيبان ان هو كأنه ايه، كأنه هو منير، لكن هو دارك بادي. اوكي يا بنات، هنقول ان المون دارك بادي ريفولف اراوند ذا ايرث اند ريفليكت ذا سان لايت. سان لايت يعني هو بيعكس ضوء الشمس، فول ذات فول اون ات سو ات سيم شايني. اوكي طيب، هنيجي نشوف الاوبزرفيشن. وي كان سي، لما قلنا في التجربة الجزء الأولاني we can see the ball in the dark، في لما قلنا في الأول كده لو انت جبت الكورة ديت وعملتيها كده مش هتقدر تشوفي في الدارك، لكن we can see the ball shiny after turn the torch. لو انت وجهت بيها التورش كده يبقى في البول في الأول كده وهي الأوضة ظلمة مش هتشوفيها، انما لما توجهي التورش ليها هتعمل ريفلكت للضوء وانت هتقدر تشوفيها. The moon is dark body conclusion but it seems shiny because it reflects sunlight. هو بيعكس ضوء الشمس عشان كده بيبان ان هو مين، مضيء. اوكي The moon is dark body but it seems shiny ليه، because it reflects sunlight that fall in on it. بتيجي كتير سؤال ده، يبقى المون يبقى باين ان هو شايني لكن هو dark body ليه، because it reflects the sunlight that fall on it. تمام دي بس نعرفها، ان انا عندي في planets كتيرة عندها moons، فعندنا مثلا earth عندها 1، المارس عنده 2، الجوبيتر بصوا عنده كام يا بنات، عن 62. اوكي رقم كبير طبعا من المونز. اوكي وهكذا، طبعا ديت for reading only. اوكي بكده خلصنا الدرس، درس جميل جدا وشيق، معظمنا حفظه. اشوفكم على خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.